هنا اضرار السم. شوف هذه النحل، شوف هذه النحل، هذه النحل الان اللي تقفز كذا، هذا كله سم، هذا كله سم. هذه الان، هذه الان بتموت، هذه الان مدتها كذا فتره خفيف. شوف هذه منتهي تماما، هذا اضرار سم يوم واليوم الثاني. الان لنا يومين هنا بالمنطقه هذه بس، يعني ما لنا كثير، بس خلي عندها لنا يومين. هذاك التراب كبسنا النحل اللي ماتت امس الليل، وهذا الباقي، هذا من اضرار المقنح، وهذه منتهي تماما. معاني ما نشوف اكثر الخلايا منتهي. زي ما حتى الزول ما هتزول. تعال صور هنا، امشي سوي قدام انه مسوي.